الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد. وفد حماس يغادر القاهرة إلى الدوحة للتشاور على أن يعود يوم الثلاثاء، ومدير المخابرات الأمريكية يجتمع مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة. الشرطة الأمريكية تبدأ إخلاء مخيم محتجين مؤيدين للفلسطينيين بجامعة جنوب كاليفورنيا، والاحتجاجات تتواصل بمدن العالم. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرانيتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد. وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي كتب الرئيس السيسي: كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل عام والمصريون هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش، داعيا الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبناءه بحفظه ورعايته، وأن يمن علينا بالخير والبركة والازدهار. تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. جاءت تهنئة السيدة انتصار السيسي على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربت عن تمنياتها بأن تمر هذه المناسبة على كل أقباط مصر بخير وسلام. في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقا للسياسة العقابية الحديثة، احتفل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الإخوة المسيحيين بقداس عيد القيامة المجيد بدور العبادة المسيحية الموجودة داخلها، التي أنشأتها وزارة الداخلية تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص على إقامة الشعائر الدينية. تنساب ترانيم عيد القيامة المجيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يقام قداس عيد القيامة داخل دور العبادة المسيحية المقامة بهذه المراكز، والتي صممت كمثيلاتها بالخارج لإقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية. ويأتي إقامة القداس تزامناً مع إقامته بالخارج وسط حضور من رجال الدين المسيحي للاحتفاء مع النزلاء، وفي إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان في السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية داخل هذه المراكز، والتي أحدث إنشاؤها نقلة نوعية في المنظومة العقابية في مصر ببرامجها التأهيلية والرعاية المقدمة للنزلاء. طبعاً شكراً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكراً لقطاع الحماية المجتمعية على مشاركتهم معنا الأعياد في مواعيدها، فدي لمسة وتدي معايير مهمة جدا للإنسان إن حقوقه متكاملة. الموضوع بيفرق نفسيا مع النزلاء خالص، بيحس إن الدنيا بتبقى أفضل لهم شوية، بيحسوا إن هم موجود أكنهم يعني موجودين مع أسرهم يعني. بنشكر طبعا الدولة على مساعدتها وإسهامها، إنها بتحاول يعني تسعد كل إنسان موجود وكل نزيل موجود هنا في مراكز الإصلاح والتأهيل. وقدم شيوخ الأزهر التهنئة للنزلاء المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وهو تجسيد للنسيج الوطني الواحد الذي تنعم به مصر. نرضع الله عز وجل أن يحفظ مصر حكومة وشعبا مسلمين وأقباط من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وإرجاف المرجفين وخيانة الخائنين. وكل عام وحضراتكم بخير، ونتمنى لكم كل الخير. طبعا ده بيعكس روح المودة والمحبة والألفة بين شركاء الوطن جميعا، يعني أيا كانوا مسلمين أو مسيحيين. يعني فرحة كبيرة بين النزلاء لإقامة القداس بالتزامن مع إقامته بالخارج، ما يشعرهم ببهجة العيد الذي سيطرت أجواؤه على المكان،
بعد أن تم إعداده وتجهيزه لهذا الاحتفال الذي يسهم في تعزيز القيم الدينية والروحية لدى النزلاء ويسمو بالفكر والسلوك كأحد أدوات التأهيل تمهيداً لدمجهم في المجتمع. بجد أنا بشكركم جداً على تعبكم معنا النهاردة، أسعدتونا جامد قوي أنا وإخواتي. دي لفتة طيبة وأسعدتنا وغيرت نفوسنا للأفضل كل النزلاء وأسعدت كل الناس الموجودة، وبصراحة شكراً 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 على كل اللي بيحصل. وقام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع كحك العيد على النزلاء، وهو من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. طبعا إن نزلائنا المسلمين جم عيدوا علينا بصراحة النهاردة، وكانت معايدة جميلة جداً، وما بتفرقش حاجه خالص على الشارع، زي ما كنا هم بيبدلونا المعايده واحنا بنبدل الناس المعايدات برضه. بنشاركهم فرحتهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وشاركناهم كمان في الزينه والديكور اللي معمول في الكنيسه هنا، وحابين كلنا نحتفل مع بعض. دور العباده هي احد المتطلبات الاساسيه داخل مراكز الاصلاح والتاهيل لتقويم سلوكيات النزلاء، وهي بيئه مناسبه لاحياء المناسبات واقامه الشعائر الدينيه كأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، والتي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تحيا مصر. تحيا مصر. كل سنة والمصريين طيبين وبخير، وكل سنة وانتم طيبين. رؤية إصلاحية متكاملة وحديثة تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تعتمد على الارتقاء بسلوكيات النزلاء الفكرية والدينية، وتتماشى مع المعايير الإنسانية لحقوق الإنسان، وتعتمد في أحد محاورها على إحياء المناسبات الدينية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. استقبل قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث توافد الأقباط من جميع الإبراشيات لتهنئة قداسة البابا بالعيد. وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضور العديد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث ترأس قداسة البابا توادرس الثاني قداس العيد. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يحفظكم دايما كده، ويحفظ بلادنا مصر ويخليها دايما كده واحد سلام في وسط الصراعات اللي بنسمع عنها وبنقرأ عنها، ويخليها دايما بلد الأمن والأمان. احتفال عيد القيامة ككل الأعياد على المستوى التهنئة واللقاءات المحبة، زي ما احنا شايفين أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة ومن كل المهنئين من كل أطياف المجتمع المصري متواجدين لتقديم التهنئة. الأجواء مليئة بالمشاعر الطيبة، وتبادل التهاني بيترجم حالة مصرية لها خصوصيتها. أدينا هو جايين ناخد بركة من البابا ونسلم على البابا ونفرح كلنا إن شاء الله. أنا جاي من دبي عايد مع أهلي، بس بعيد معاهم وجيت أخد بركة البابا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد، ونقول لسيدنا البابا توادروس كل سنة وانت طيب وعام سعيد عليك وعلى مصر كلها، ونقول له سيادة الرئيس شكرا وكل سنة وانت طيب. بنقول لكل الشعب المصري والقداسة البابا وسيادة الرئيس كل سنة واحنا طيبين جميعا بمناسبة عيد القيامة المجيد، ربنا يعيده علينا جميعا بالخير والبركة والسلام، ودايما متحبين وعايشين في محبة وسلام. شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط الإخوة الأقباط الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكنيسة الشهيد أبادير وأخته الشهيدة إيريني بحي غرب مدينة أسيوط، وحرص متطوعو حياة كريمة على توزيع الهدايا بالإضافة إلى توزيع الوجبات الطازجة على الأسر الأكثر احتياجا في إطار مبادرة سبيل التي أطلقتها المؤسسة خلال الشهور الماضية. في إطار الاحتفال بعيد القيامة المجيد، شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط الإخوة الأقباط فرحتهم بالعيد، وذلك بكنيسة الشهيد أبادير وأخته الشهيدة إيريني بحي غرب مدينة أسيوط. بنقدم التهنئة لإخواتنا الأقباط ونقول لهم كل سنة طيبين وعيد سعيد باسم مؤسسة حياة كريمة، وبنشارك الأطفال الفرحة، بنوزع عليهم مجموعة من الهدايا البسيطة. وعلى هامش التهنئة، مؤسسة حياة كريمة بتستكمل مبادرة سبيل اللي بدأت شهر رمضان
بنوزع على مستوى مراكز أسيوط في 11 مطرانية وكنيسة أكثر من 2300 وجبة جاهزة للأهالي الأكثر احتياجاً والمستحقين واللي بترعاهم الكنيسة، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين باسم الأستاذ حياة كريمة وعيد سعيد. أنا فعلاً النهاردة في غاية السعادة، وبنشكر شكر جزيل لمؤسسة حياة كريمة على المبادرة الجميلة، مبادرة سبيل، ودي بتهدف بأن هم يوزعوا وجبات ساخنة للأسر الفقراء والأسر الأكثر احتياجاً، ودي فعلا في الحقيقة دي مبادرة أكثر من رائعة. متطوع حياة كريمة حرصوا خلال الاحتفال على توزيع الشوكولاتة والهدايا والبالونات وسط بهجة الأطفال وأسرهم، كما شارك المتطوعون في تقديم الفقرات الفنية والغنائية، وذلك ضمن مشاركتهم في احتفالات عيد القيامة. جايين النهاردة نشارك إخواتنا المسيحيين في عيدهم عيد القيامة المجيد، واستكمالا لمؤسسة حياة كريمة ودورها الإيجابي والفعال في المجتمع، جايين نوزع وجبات للأسرة الأكثر احتياجا، وجايين كمان نشارك الأطفال فرحتهم بعيدهم، وبنوزع عليهم بعض الهدايا والبلالين. واستكمالا لمبادرة سبيل التي أطلقتها حياة كريمة خلال الشهور الماضية، اصطف المتطوعون بالمؤسسة لتوزيع الوجبات الطازجة على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، ووسط أجواء مبهجة طاف مسؤول حياة كريمة جميع كنائس وأديرة أسيوط لتقديم التهاني للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، في مشهد أكد على مدى الترابط والوحدة بين أطياف الشعب المصري. شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأقباط احتفالتهم بعيد القيامة المجيد بكنائس محافظة البحيرة وسط أجواء من السعادة والسرور. وزع أعضاء التحالف الهدايا والزهور على المتوافدين على الكنائس، خاصة مطرانية الأقباط بمدينة دمنهور. احنا النهارده طبعا في يوم جميل، يوم كل حب، اصلا بنقدم التهنيات والتبريكات لكل حبايبنا واخواتنا الاقباط، وده تقليد سنوي لينا دايما احنا معتادين عليه. امبارح حضرنا صلاه القداس معاهم، والنهارده طبعا في يوم جميل، ويعني دايما كده بيبقى اليوم ده يوم بالنسبه لنا يوم عيد، هما بيشاركونا اعيادنا واحنا بنبقى مشاركهم اعيادهم، وبيبقى طبعا بيبقى روح جميله انك انت مصر كلها ايد واحده، فربنا طبعا يديم علينا دايما نعمه الامن والامان. احنا سعداء جدا جدا بوجود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وخصوصا مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع. الحقيقة مشاركتهم فرحتنا وفرحة الأقباط بالاحتفال بعيد القيامة، وتقديم هدايا للأطفال دي رؤية وطنية وفيها وحدانية في الفكر وفي الروح وفي الهدف، ودي حاجة أسعدتنا جدا، وإحنا بنشكرهم شكرا جزيلا. بنشكر التحالف الوطني وبنشكر مؤسسة نبيل الكاتب وعلى وجودكم معانا وتوزيع الهدايا، وبسطتوا الأطفال كلهم مبسوطين بحضراتكم كلكم وعيادكم، طبعا وعيادنا واحدة وإحنا كلنا وطن واحد. مؤسسة نبيل الكاتب دايما بصراحة بتفرحنا حتى بالأجواء وبتعمل نوع من البهجة معانا، بجد أنا بشكرها جدا، وبشكر التحالف الوطني إن هو دايما بيبقى سباق، وخاصة الدور القوي ليه في البحيرة، أنا بحيي كل المسؤولين عليه. اسمح لي إن أنا أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إن هو الافتتاح الرائع اللي حصل للكنيسة في العالمين، افتتاح مشرف بيرفع معنوياتنا احنا شخصيا، وبيحسسنا بقد ايه بالفخر ببلدنا. انا مبسوطه عشان هم وزعوا علينا هدايا، وانا مبسوطه قوي. كل سنه وانتم طيبين. انا مبسوط جدا بالتحالف الوطني لان هم جم النهارده ووزعوا علينا العاب جميله انا واصحابي، واحنا النهارده فرحانين بيهم جدا، والعيد النهارده كان احلى عيد جه عندنا حصل يعني في كل الايام اللي حصلت دي، وانا بشكرهم جدا جدا، واتمنى انهم يبقوا معانا دايما في كل وقت. نظمت كنيسة الأنبا بشوي ببورسعيد قرنفالا ضخما للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وحرصت على إدخال السعادة على قلوب المواطنين وخصوصا الأطفال الذين توافدوا على الكنيسة منذ الصباح، والبهجة تملأ وجوههم. وتضمنت الاحتفالية ألعابا مختلفة تم تخصيصها للأطفال والشباب، بالإضافة إلى تنظيم الكنيسة مسابقات بين الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم. النهارده بنحتفل بعيد القيامة، والنهارده ليلة العيد، عندنا احتفالية وبنستقبل المهنيين وبنستقبل أولادنا وكل حاجة عشان دي ليلة عيد،
عندنا بكرة احتفالية مع الأنباء تدرس والأباء الكهنة والسادة الضيوف المدير الأمن والمحافظ والجهات المعنية، وبنقول كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم جميعا. إن شاء الله احنا جينا بكوكبة من علماء الوعظ إن شاء الله عشان نهني إخواننا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا سعادتنا ومحبتنا في الدنيا والآخرة. لنا شرف أن نتواجد النهاردة مع بصحبة رجال الدين الإسلامي مع رجال السياسة ومحافظ بورسعيد لنهني الإخوة للأقباط في عيدهم بعيد القيامة المجيد، وده يمثل رسالة من رسالة الأزهر الشريف اللي بتدعو إلى السلم والاتحاد والتآلف والانتماء. أولا بنقول للشعب القبطي كله المسيحيين كلهم كل سنة وانتم طيبين، وده مش غريب، احنا عادة بنبقى موجودين هنا على طول، يمكن حضراتكم لو جيتوا هتشوفونا كتير هنا مع جناب القمص بولة ومع غيره. طبعا احنا بنقدم النهاردة كل الشكر والتحية والتقدير لفرز عبد الفتاح السيسي انه اصدر توجيهات وانه اي منطقه جديده تتعمل يتبني فيها جامع يتبني فيها كنيسه. النهارده احنا بننفذ التعليمات والتوجيهات بتاعت سيادته دي. النهارده في حي جنوب بورسعيد اللي هو بعتبر كومباوند اللي هو في الحي الاماراتي في كنيسه وفي في مساجد وفي خدمات موجوده كتير جدا، والنهارده بنقدم كل التهنئه لاخواتنا ولنفسنا لعيد القيامه المجيد. احنا النهارده مبسوطين جدا بزياره المحافظ عندنا، هو نورنا واحنا خدنا بركه كبيره بزيارتكم كلكم، واحنا مبسوطين جدا ونتمنى الزيارات تتكرر. وشهدت الكنائس المصرية احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور، وأقامت الكنائس قداس عيد القيامة المجيد ورفع الأقباط الشموع ورددوا التراتيل وسط حالة من الفرحة والسعادة. من شمال مصر وحتى جنوبها ومن شرقها إلى غربها تعالت ترانيم المصلين وعمت الاحتفالات في جميع الكنائس المصرية، وذلك خلال قداس عيد القيامة المجيد في أجواء احتفالية مبهجة. كل سنة وطيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، بنقول للشعب المصري كل سنة والشعب المصري بخير، كل سنة ورئيسنا عبد الفتاح السيسي بخير، ومصرنا الحبيبة والدول العربية والدول الأجنبية، بنقول لكل العالم أجمع كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. النهاردة بنحتفل كلنا مع بعض بعيد القيامة المجيد، وعيد القيامة ده هو العيد الكبير عند الأقباط وعند كل المسيحيين، أكبر الأعياد في الكنيسة، فكلنا بنحتفل مع بعض وهي مناسبة مفرحة جدا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا وعلى مصر كلها. لأن هو مش جديد على المصريين الحب والألفة اللي بيننا، والنهاردة احنا جايين طبعا بنهني إخواتنا المسيحيين كعادتنا كل سنة بنهنوهم وبيهنونا لأن احنا كلنا نسيج واحد. ترانيم الاحتفال تملأ الأجواء فرحة من الجميع بقدوم العيد، كما أن مظاهر احتفال المصريين تأتي تذكيرا بالأمن والأمان الذي ينعم به الجميع، وتأكيدا على معاني الفرح والترابط الشعبي بين المصريين. إن شاء الله احنا جينا بكوكبة من علماء الوعظ إن شاء الله عشان نهني إخواننا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا سعادتنا ومحبتنا في الدنيا والآخرة. طبعا لنا شرف أن نتواجد النهاردة مع بصحبة رجال الدين الإسلامي مع رجال السياسة ومحافظ بورسعيد لنهني الإخوة للأقباط في عيدهم بعيد القيامة المجيد. محيط الكنائس في جميع المحافظات شهد حالة من الفرح والسرور، حيث توافدت الأسر والأطفال لالتقاط الصور التذكارية والتعبير عن سعادتهم باستقبال العيد. غادر وفد حركة حماس القاهرة إلى الدوحة للتشاور حول مفاوضات التهدئة في غزة، على أن يعود الوفد يوم الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات. كما أعلن مسؤول مطلع لرويترز أن مدير المخابرات الأمريكية المركزية ويليام بيرنز توجه هو أيضا إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. هذا وأعلنت حركة حماس حرصها على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل
ينهي العدوان الإسرائيلي ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى الفلسطينيين. وفي بيان لحماس حمل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية اختلاق مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لمطالب حركة حماس بإنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين. وقال نتنياهو إن ذلك سيسمح ببقاء الحركة في السلطة ويشكل تهديدا لإسرائيل، مضيفا أن إسرائيل لن تقبل شروطا تصل إلى حد الاستسلام وستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب. أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم، المعبر الحدودي الرئيسي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة، أمام شاحنات بعد إطلاق صواريخ باتجاه البوابة. وأكد جيش الاحتلال في بيان له أنه تم رصد حوالي 10 عمليات إطلاق قذائف أثناء العبور من المنطقة المحاذية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم. أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول إلى قطاع غزة مجددا. وأوضح لازاريني أن هذه هي المرة الثانية التي تمنع فيها قوات الاحتلال دخوله إلى غزة خلال أسبوع واحد، قائلا أنه كان يعتزم أن يكون مع زملائه في أونروا بمن فيهم أولئك الذين على الخطوط الأمامية. حذرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية من أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن أي عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية ستأتي بنتائج محدودة وثمن باهظ، وسيدفع الجيش ثمنا من القتلى والجرحى في صفوفه. وفي تقرير لها ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الدمار والقتل الذي سيقع في المدينة ومحيطها سيولد رد فعل غير مسبوق من حكومات العالم والمجتمع الدولي. وصفت صحيفة ذهال الأمريكية حزمة المساعدات العسكرية التي أقرها الكونغرس بقيمة 95 مليار دولار تشمل تقديم دعم عسكري لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، وصفها بأنها كارثة أخلاقية وإنسانية. وأضافت الصحيفة أنه ما لم تعترف الولايات المتحدة بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل وتحجب تلك المساعدات، فإن تلك الأموال ستساعد الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر على مواصلة هجومه على شعب غزة. وأضافت الصحيفة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 34 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الأسلحة الأمريكية لعبت دورا رئيسيا في هذا الدمار. استشهد وأصيب العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ومنطقة الزويدة ومخيمي المغازي والبريج ودير البلح وحي الزيتون بقطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، كما أشارت إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت لتسجل 34,683 شهيدا و 75,018 مصابا. من جانبها أعلنت إدارة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أن المستشفى يعاني من نقص كبير في السولر الذي إذا لم يتوفر خلال 72 ساعة فستكون هناك كارثة صحية كبيرة.
تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة التي تدخل شهرها الثامن بدمار كبير في المرافق الخدمية. ومع انتشار النفايات ومياه الصرف الصحي وارتفاع درجة الحرارة، تزايدت الأمراض المعدية بين النازحين الذين يشكون من عدم قدرتهم على العيش داخل الخيام مع ارتفاع درجات الحرارة. ما زالت معاناة أهالي غزة تتزايد يوما بعد الآخر، فالعدوان الإسرائيلي على القطاع الذي يدخل شهره الثامن لم ينتهي باستشهاد وإصابة الآلاف، بل من يعيش في قطاع غزة تواجهه الكثير من العقبات، حيث الركام والدمار في كل مكان، مما أدى إلى نزوح الأهالي للخيام. فهذا النهر من مياه الصرف الصحية الناجمة عن خطوط الأنابيب المدمرة. فالتلوث طبعا فيه تلوث المياه، مياه اللي بيستخدموها للحمام والاستحمام والغسيل. هذه طبعا ظهرت أمراض منها اللي هو أمراض الطفح الجلدي وأمراض اللي هو الجرب وأمراض جلدية أخرى. وفي طبعا كمان في اللي هو تلوث المياه الشرب اللي أدت إلى ظهور نزلات معوية شديدة وإسهالات مع الأطفال وعياءات. لا راحة للأهالي رغم النزوح، فالتلوث ينتشر في القطاع بسبب الدمار الكبير في المرافق الخدمية، حيث انتشار النفايات ومياه الصرف الصحي وتراكمها بين خيام النازحين. ولهذا تزايدت الأمراض المعدية بين النازحين الذين يشكون من عدم قدرتهم على العيش داخل الخيام مع ارتفاع درجات الحرارة. والخيام هذه نار الله الموقدة يعني، وكأنه إحنا قاعدين في بين صلبة نار، شايف كيف؟ وبعدين هذه المجاري اللي موجودة عندنا حالياً، هذه المجاري سببت للأولاد الصغار وللكبار أمراض جلدية. وفضلاً عن هذا كله، الجوع الذي يمثل ضيفاً ثقيلاً على الأهالي وسط صعوبة وصول المساعدات للقطاع، مما يزيد معاناة الأهالي مع وفاة الأطفال وزيادة انتشار الأوبئة. ومع تفاقم الأوضاع في غزة كل ساعة واستمرار تزايد المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية الكارثية التي تتكشف في القطاع، تحذر منظمات حقوقية عديدة من العواقب المميتة للنقص الحاد في الغذاء والدواء، وذلك في قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة والمجاعة على حد سواء. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتضييقه على المصلين المسيحيين المحتفلين بسبت النور، وفرض قيود على وصولهم إلى كنيسة القيامة بالقدس المحتلة والاعتداء عليهم تحت حجج وذرائع وهي تتكرر كل عام. وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات هي عقوبات جماعية تستهدف الكل الفلسطيني في القدس ومقدساتها وهويتها ومواطنيها، كما أنها تعد انتهاكا صارخ لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس والتي تتعلق بحرية العبادة. استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولات عرقلة عمل الجامعات الفرنسية على خلفية المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين واعتصام الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، معتبرا أن منع النقاش لن يساعد أبدا في حل النزاع. وأيد الرئيس الفرنسي فكرة تدخل الشرطة وإخلاء موقع اعتصام الطلاب بداخل الجامعات بناء على طلب المؤسسات. ونظمت في الأيام الأخيرة العديد من التجمعات والاعتصامات الداعمة لفلسطين في مبان جامعية تابعة لمعهد العلوم السياسية وفي جامعات فرنسية أخرى، ما أدى في بعض الحالات إلى تدخل قوات الأمن لإخراج الطلبة المعتصمين داخل المؤسسات الجامعية. اعتبرت النائبتان الأمريكيتان الديمقراطيتان إلهان عمر وكوري بوش أن ردود فعل الشرطة على الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات تشبه مذبحة ولاية كنت
عندما فتح الحرس الوطني في ولاية أوهايو النار على طلاب المناهضين لحرب فيتنام قبل 54 عاما. جاءت المقارنات في أعقاب تقارير تفيد بأن ضباط الشرطة بنيويورك في وحدة خدمة الطوارئ أطلق رصاصة عن طريق الخطأ أثناء إخلاء مبنى جامعة كولومبيا من الطلاب الداعمين للقضية الفلسطينية. قالت وسائل إعلام أمريكية أن أفرادا من شرطة لوس أنجلوس اقتحموا مخيم مؤيدين لفلسطين بجامعة جنوب كاليفورنيا. وأوضحت تقارير إعلامية أن الشرطة بدأت في إزالة خيام المعتصمين داخل الحرم الجامعي دون توضيح ما إذا كانت ألقت القبض على أحد، فيما ألقت الشرطة في وقت سابق القبض على المئات من المحتجين، بينما أخلت مساحات ومبان داخل عدد من جامعات منها كولومبيا وفيرجينيا ونورث إسترن. اعتصم طلاب جامعة تيرنتي كوليدج في أيرلندا احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في محاولة للضغط على إدارة الجامعة لقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بإسرائيل. هذا وقد شهدت الجامعات في عدة دول أوروبية وأمريكية احتجاجات واسعة، حيث اعتقلت الشرطة في الولايات المتحدة 25 على الأقل من الطلبة المحتجين دعما للفلسطينيين، وأزالت مخيم اعتصام في جامعة فيرجينيا. يوما تلو الآخر تتعالى الأصوات لدعم غزة، فالبارحة الولايات المتحدة وفرنسا، واليوم سويسرا وبولندا وإيرلندا، ففي كل حدب في العالم تتحول الجامعات إلى ساحات للاعتصامات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يقترب من 7 أشهر في أيرلندا اعتصم طلاب جامعة ترينيتي كوليدج احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في محاولة للضغط على إدارة الجامعة لقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بإسرائيل. الاعتصام الطلابي أجبر الجامعة على غلق معرض كتاب كيلز، أحد أهم عناصر الجذب السياحي في أيرلندا. أما جامعة لوزانا السويسرية فقد سيطر نحو 100 طالب على مبنى، وقدموا عدة مطالب من بينها إنهاء التعاون العلمي مع إسرائيل. كما نظمت احتجاجات مؤيدة وداعمة لفلسطين في عدة جامعات في أستراليا وكندا، ليتواصل الضغط الطلابي العالمي لدعم غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وبالرغم من التشديدات الأمنية تتوسع التعبئة الطلابية داخل الجامعات في عدد من الدول تضامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونصرة للقضية الفلسطينية. استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات بلجيكية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش أن الطائرة تحمل على متنها 88 طنا من المستلزمات الطبية، مضيفا أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم بلغ 756 طائرة، منها 616 طائرة مساعدات و 140 طائرة وقود. تبذل مؤسسة حياة كريمة جهودا مكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتقديم يد الدعم والمساعدة لأهالي القطاع من أجل تخفيف وطأة المعاناة على الشعب الفلسطيني.
حياة كريمة واصلت أيضا عملها بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية ومنها مؤسسة الرباط التركية، حيث تم توفير 29 شاحنة من الدقيق للمساهمة في تشغيل أفران الخبز وتوفير الغذاء في ظل النقص الحاد للمواد الغذائية داخل القطاع. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تتوقف مؤسسة حياة كريمة عن دعمها للأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة ومشاركتها مع مؤسسات المجتمع المدني. حياة كريمة واصلت أيضا عملها بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال هذه القافلة التي دخلت عبر بوابة معبر رفح بالتعاون مع مؤسسة رباط التركية. القافلة تتضمن 29 شاحنة محملة ب 658 طنا من الدقيق للمساهمة في تشغيل أفران الخبز وتوفير الغذاء في ظل النقص الحاد للمواد الغذائية داخل قطاع غزة. وتأتي هذه القافلة في إطار دعم مؤسسة حياة كريمة للجهود الإغاثية الدولية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين. نشرة التاسعة مستمرة مع حضرتكم من التلفزيون المصري وفيها. روسيا تحمل دول البلطيق مسؤولية قطع معظم العلاقات معها، محذرة من أنها سترد بإجراءات غير متماثلة. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن قمة السلام العالمية ستعقد وستكون ناجحة بغض النظر عن محاولات تعطيلها. وقمة السلام العالمية هي اجتماع دولي يعقد في سويسرا على مستوى قادة الدول المشاركة في صيغة السلام الأوكرانية يومي 15 و16 من شهر يونيو المقبل، لبحث عدد من القضايا على رأسها الأزمة الأوكرانية. قال وزير الخارجية البولندية راديسلافا سيكوريسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم دولة عضوا في حلف شمال الأطلنطي، وذلك في إشارة إلى بلاده التي تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وأعرب سيكوريسكي عن ارتياحه لموافقة الكونغرس الأمريكي أخيرا على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ مضادة للطائرات لحماية محطات الطاقة وبنيتها التحتية. أعلنت موسكو أن الخط العدائي حسب وصفها لدول البلطيق أدى إلى قطع معظم علاقاتها مع روسيا، محذرة من أنها سترد بإجراءات غير متماثلة، في إشارة إلى عواصم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. كان حلف شمال الأطلنطي قد أعلن الأسبوع الماضي أن إستونيا اتهمت روسيا بانتهاك قواعد المجال الجوي الدولي بالتدخل في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، مضيفا أن دول البلطيق من بين الدول التي تشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة التي تصفها بالتجسس الروسي. صرحت الحكومة بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهم في استصدار 98 قرارا وزاريا لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية متنوعة، وذلك من أول يناير عام 2024 وحتى الآن. أشارت الحكومة إلى أن تلك المشروعات ستقام على مساحة إجمالية تقدر ب 4232 فدانا بالمدن الجديدة، منها 19 مشروعا بمدن الجيل الرابع بمساحة تقدر ب 1557 فدانا، مؤكدة أنها تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة وتوفر أنماطا متنوعة من الوحدات السكنية وكذا الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. تابعت
تشهد المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشهد إقبالا كبيرا من قبل طلاب المرحلتين. تأتي المراجعات النهائية التي انطلقت منذ بداية شهر مايو الجاري في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمه الوزارة لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان لمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي عبر برنامج مصر تستطيع على قناة DMC، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية بشكل أكثر تميزا من خلال مجموعة قنوات مدرستنا. مشاهدينا، والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة. أخبار المال والأعمال مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم أدى وفاطمة، والآن مشاهدينا هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكدت الحكومة أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأضافت الحكومة أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورية للصحة ب 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي ب 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي ب 293 مليار جنيه، والبحث العلمي ب 140 مليارا و100 مليون جنيه. وأكدت الحكومة أنه تم تخصيص 635 مليارا و900 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد، مقارنة ب 532 مليارا و800 مليون جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي بمعدل نمو يقدر ب 19.3%. أعلنت الحكومة توريد نحو 1,800,000 طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد في 13 من شهر أبريل الماضي وحتى الآن. وأكدت الحكومة استمرار نقاط التخزين في استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوهة بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لثلاثة أشهر. ذكرت وزارة المالية السعودية أن المملكة سجلت عجزاً في الميزانية قدره 12 مليار و300 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يوازي 3 مليارات و300 مليون دولار. وأضافت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 181 مليار و800 مليون ريال في الربع نفسه، فحين بلغ إجمالي إيرادات السعودية 293 مليار و400 مليون ريال في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305 مليارات و800 مليون ريال. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع بقيادة البورصة القطرية بعد أن عزز تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أبريل أمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية مبكرا. وارتفع المؤشر القطري الرئيسي بنسبة 0.8% بعد خسائر لثلاث جلسات متتالية، وكان أداء جميع القطاعات إيجابيا. كذلك صعد المؤشر السعودي بنسبة 0.2% للجلسة الثانية على التوالي، مدعوما بمكاسب في قطاعات تمويل والصناعة والسلع الاستهلاكية والطاقة.
ارتفعت صادرات الصين من الهواتف الذكية بنسبة تقدر ب 6.5% على أساس سنويا لتبلغ 69 مليون و300 ألف وحدة خلال الربع الأول من عام 2024. كما شهد السوق الداخلي أرقاما أفضل من المتوقع، خاصة وأن احتفالات العام القمري الجديد في الربع الأول من العام حفزت من مستوى الطلب على الأجهزة المنخفضة والمتوسطة السعر. نهاية أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى أدا وفاطمة. شكرا ميرنا إيهاب على هذه الوقفة الاقتصادية. أجرت وحدات عسكرية روسية تجربة أداء استعدادا لاستعراض يوم النصر الذي يتم الاحتفال به في 9 من شهر مايو في الساحة الحمراء بموسكو. ومن المقرر أن يقام العرض العسكري بمناسبة الذكرى 79 لانتصار السوفييت على ألمانيا النازية، وذلك بعد يومين فقط من تنصيب بوتين للولاية الخامسة له، وبعد مرور 24 عاما على تنصيبه لأول مرة عام 2000. الآن موعد آخر أخبار الرياضة لنشرة 9. وقفة ثانية تقدمها لنا الزميلة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم فاطمة وأداء، والآن مشاهدينا هذه جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. توج عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز الفنية بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفردي ببطولة أفريقيا بالمغرب، حيث حسم تذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. بهذه النتيجة أصبح عدد مقاعد الجمباز المصري المشارك في الأولمبياد 8 مقاعد حتى الآن. حقق فريق سموحة فوزا ثمينا على حساب الزمالك بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما على أرض استاد برج العرب في إطار منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. بهذا الانتصار رفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز 12. في الدوري الإنجليزي عاد ليفربول إلى طريق الانتصارات بفوزه على ضيفه توتنهام 4-2 ضمن الجولة 36، وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 78 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال و4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع تبقي جولتين على النهاية، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس. مشاهدينا، هذه نهاية أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى فاطمة وأدا. شكرا لك مرنا. تسببت الفيضانات العارمة التي تشهدها البرازيل في انقطاع التيار الكهربائي والمياه النظيفة عن 500,000 شخص وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار على البلاد خلال الأيام القادمة. وأعلن الدفاع المدني في البرازيل أن أكثر من 70 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية والطينية الناجمة عنها في المناطق الجنوبية. كما تسببت الأمطار بغزارة في ولاية ريو غراندي دي سول في إلحاق أضرار ب 265 منطقة وتدمير العديد من الطرق والكباري والسدود. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس في هذه الجولة. أحوال الطقس وقفة أخيرة مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم أدا وفاطمة، والآن مشاهدينا هذه جولة أخيرة مع أحوال الطقس. يا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16، الإسكندرية 24-16، مطروح 23-15، بورسعيد 24-18، والإسماعيلية 29-17. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18، العريش 24-17، طابة 29-22، شرم الشيخ 30-21، والغردقة 21، وأيضا الصغرى 21. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 23، أسوان 33-24، الوادي الجديد 34-19، شلاتين 32-22، وأخيرا حلايب العظمى 31 درجة والصغرى 24. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، هذه هي نهاية نشرة التاسعة، ولم يتبقى سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد. وفد حماس يغادر القاهرة إلى الدوحة للتشاور على أن يعود يوم الثلاثاء، ومدير المخابرات الأمريكية يجتمع مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة.
الشرطة الأمريكية تبدأ إخلاء مخيم محتجين مؤيدين للفلسطينيين بجامعة جنوب كاليفورنيا، والاحتجاجات تتواصل بمدن العالم. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع زميل والإعلامي يوسف عبدين. مساء الخير يوسف. مساء الخير فاطمة. مساء الخير يا أدم. كل سنة طيبين، وكل سنة وكل أقباط مصر في الداخل والخارج بكل خير يا رب. كل سنة وكل أقباط مصر بألف خير إن شاء الله. بإذن الله نحتفل كده بكرة كلنا بعيد شم النسيم والمصريين كالعادة. بنتمنى لك كل التوفيق يوسف. شكرا فاطمة، شكرا أدا، وشكرا كل سنة التاسعة. لحظات مشاهدينا، ونبدأ مع حضراتكم حالا التاسعة.